Get ready with me. واليوم موضوعنا عن الاستحقاق. نسمع الكل يقول استحقاق استحقاق، شنو هو الاستحقاق؟ شنو يعني؟ شنو تفاصيله؟ هل الاستحقاق يعني أنا أكون أناني وبس أفكر بنفسي وما أفكر بغيري؟ لا، الاستحقاق يا حبايبي إنكم دايما تحسون إنكم تستحقون الأفضل في كل شيء، في العلاقات، في الحياة، في السلام الداخلي، بالراحة النفسية، بكل الأمور والتفاصيل. يعني شلون يا ليلى ان انا احس استحق الافضل في شغلي؟ يعني اذا انا احس من داخلي ان انا استحق هذا القدر لان والله انا عندي شكوك في قدراتي او بمن اكون، خليني اكون دقيقة اكثر، فانا استحق كذي. مرات هي الشعور بروحه، يعني لان انا استحق كذي، انا استحق والله هالمعاش هذا اللي انتم تدرون انه هو ما يكفيكم شوية، انا استحق هالمعاملة هذه، والمعاملة تكون مثلا دونية او معاملة قاسية جدا او مو حلوة، او انا استحق ان انا اكون دائما في وضع متوتر وقلق، وانا لا استحق السلام الداخلي، انا لا استحق الاشياء الجميلة. انا مثلا من الاشياء اللي انا اشوفها فلسفتي بروحي ان دائما ننتظر الشخص يسوي لنا اياها، لان انا ما استحق اسويها حق نفسي، فاستحق ان احد يسوي لي اياها. فهمتوا؟ هذا بعد يعني فلسفي انا اكتشفته مع نفسي. فشلون نتخلص منه؟ شلون نتعداه؟ شلون نكون افضل؟ وقلت لكم انكم تشعرون بالاستحقاق مو يعني تكونون انانيين، هذا شيء وهذا شيء ثاني. اول شيء سويته ان انا استحق السلام الداخلي. ليش دائما اقعد مع نفسي متوتره وقلقه وخايفه واخاف من المستقبل وافكر بالماضي وعندي مشاكل وايد كلها داخليه لكن ما حد يشوفها بس انا اشوفها؟ ليش ما استحق السلام الداخلي؟ لا، اشتغلت عليه، دورت، يعني سعيت، شنو الاشياء اللي تخليني ارتاح؟ شنو الاشياء اللي تخليني خلاص ابتعدت عن كل الأمور الفاضية، الطلعات اللي ما لها داعي، السفرات اللي أسافر واستانس وكل شيء لكن في وقت أني أحتاج. لكن إذا كنت يعني بدال من فلوس السفرة أحطها على السفرة، لا، أحطها على نفسي، على أني شنو ينميني، شنو يخليني أفضل، شنو يخليني أقوى، شنو يخليني خلاص قمت أطالع شنو اللي أحتاجه. فأنا أستحق أن أطالع نفسي، شنو نفسي تحتاج، شنو الأشياء اللي أنا أبيها حق حياتي وتخليني أفضل من الجوانب، جوانب الشغل. أنا دائما لا أستحق أن أنا أكون في المقدمة، أنا أستحق أن أكون في أفضل مكان، فأستحق بالشغل أن أنا أكون في أفضل مكان. بس شنو؟ مو بس في أفضل مكان أنطر كذي ثابتة، لا، أشتغل، أعمل، أفكر، أشوف، أطور من مهاراتي، خلاص أفضل نفسي، أفضل لحياتي، أفضل لكل شيء. ثانيا، إذا كنت في علاقة والعلاقة توكسيك، أو الشخص يعاملك بطريقة جدا فيها إهانة أو دونية أو طريقة جدا قاسية مو نفس الطبيعي، أطلع منها، شكرا، أنا أستحق الأفضل. ودائما الأفضل موجود، لا أقعد في مكان والمكان هذا غير مرغوب فيني. وهو سبحان الله الإنسان ترى يحس، يعني الإحساس مالكم لا تسكتونه، خلاص أنتوا فاهمين قصدي. يعني إذا كان الشخص يعاملكم أو فكر بيوم من الأيام أنه يمد إيده، طبعا إذا صار في تفاهم وشروط وحطيته الاتفاقات وما صار أنه أوكي وتم المعاملة باللفظ أو يعني بالضرب أو لا حبيبتي، أو لا حبيبي أنت تستحق الأفضل، لا، يعني أنت حس نفسك أنك أنت غالي ومستغني عن أي شيء ممكن يخليك تشعر بأنك ناقص أو أنت ما تستاهل هالشيء. راحت بالي، راحت البال واحدة من الأشياء اللي فعلا تحسسك أنك أنت يعني كذي مستحق الأفضل بهالموضوع، فهذا يغنيك عن وايد أمور. راحة البال تنطبق تحتها وايد أمور، ما تفكر بالأمور السلبية، ما تماشي ناس سلبية، ما حد يقول لك كلام سلبي، ما تحط نفسك في محيط سلبي، مكتفي مع نفسك، تقرأ، تسمع أشياء مفيدة، تطلع بروحك عادي لو في ناس، يعني خلاص يصير عندك استغناء عن أي شيء ممكن أنه ينزلك أو يخليك تشعر بشذي أنك أنت مو تمام أو مو مرتاح.
شنو بعد من الأمور؟ هذه كلها تجارب ترى أنا جربتها مع نفسي، سمعت 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 هني هني هني، ويعني تبنيت الأشياء اللي أنا أبيها وشكلت طريقة ناسبتني. أساعد باللي أقدر عليه، اللي أقدر إني أساعد يعني اللي أقدر إني أساعده أساعده، ما أقدر ما أقدر، والله ما أقدر خلاص، ما أحمل نفسي فوق طاقتها. مرات ترى إحنا نتبنى مشكلة أحد أو نتبنى قضية أحد وإحنا نقعد نحارب، وتلقون الشخص هذا مرتاح وقاعد، لا 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 خلاص يعني عرفتوا، ما تشيلون على نفسكم، يعني خليكم متهاونين مع نفسكم. وغير كذي هم أنا أستحق الحب اللي أعطيه حق الناس، أعطيه حقي، أعطيه حق نفسي، أترس الحب والحنان اللي أنا دائما أعطيه للناس اللي برا، لا أبدل، شفت، حق نفسي أنا، أنا أستاهل أول، أنا أسمع نفسي كلام حلو، ما أنطر أحد يسمعني كلام حلو، أنا أحب نفسي، أنا يعني كلها فهمت. وهذا ترى ما يجي بيوم وليلة أو كلام أنتوا تقولونه أو تكتبونه، هو يصير تشتغلون عليه وتبلشون تطبقونه على حياتكم، وتبلشون خلاص تقعدون شو الأشياء اللي أنا كنت أضحي فيها وايد، كنت أبدي الناس وايد علي، شو الأشياء اللي أنا كنت أبي أسويها، طموحات، أبي أكمل دراستي، أبي أكون أنا والله ناجحة جدا في مجالي، أبي أكون أنا شيء بخاطري، أشتري سيارة، بيت، اللي هو قطعة صغيرة كبيرة، تليفون، أشتغل يعني أبذل جهد، ما أنطر أحد يسوي لي إياه، أنا مكتفية أسوي حق نفسي والحمد لله. فيا حبايبي، أمور الاستحقاق تبلش من أكبر شيء، وايد أمور وعميق ترى، يعني مكان جدا عميق وفيه تفاصيل وايد، وأنتوا يعني أنتوا تحددون وتكتبون وتسوون اللي أنتوا تبونه. فمثلا من الأشياء الصغيرة أن أنا أجمع كل شهر مبلغ، والله بدل في نفسي أقل ما فيها مساج، مساج مكان حلو وايد، مكان مو حلو وايد عادي، واذا ما كان يعني خلي انسي شيلي الماديات عشان لا تقولون ان دائما الماده او الفلوس هي اللي تصنع السعاده، خلوها اقعد اسوي شيء انا بخاطري من زمان ما سويته، اقعد اسمع مثلا عن موضوع معين وايد مخي يفكر فيه وانا ابي ابحث فيه وابي اشوف شنو هذا، واقدم وادش مثلا اتصفح بالانترنت واشوف وافهم هالامور، احط باليوتيوب رياضه منزليه اسويها مثلا يوغا، ستريتشز، اشياء حقي، اقعد ساعه مثلا الصبح هذه ادلع فيها نفسي، احط فيها ماسكات قبل لا يقعدون مثلا عيالي او عندي اموري او شغلي، افضى فيها حق نفسي انا فقط. هذه من الامور اللي انا سويتها بالبدايه، بلشت وقامت لا تكبر وتكبر، وقمت أحس إنه واو هالأشياء اللي قاعدة أسويها حق نفسي قاعدة أشوف أثرها، سواء نفسيا، صحيا، روحيا، جسديا، كلها قاعدة أشوف أثرها. فبالفيديوهات السابقة مثلا تشوفون قاعدة أقول لكم شو اللي غيرني للأفضل، إن أنا ما قمت أحكم، إن أنا ما قمت أفكر طريقة سلبية، إن 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 وايد في يعني فيديوهات قبل. فهذه من الأشياء بعد اللي حققت لي السلام الداخلي، لأني قلت أنا أستحق من داخل أني أكون أفضل. هذه الخطوة الأولى، قوليها، انويها، وبلشي فيها وراح تشوفين الاستحقاق عندك يرتفع. وسمعي في وايد فيديوهات محاضرات، لكن دايما تبني اللي تحسينه أنه ملائم لك ولحياتك، ولا تنعزلين عن الناس، يعني مثلا مرات محيطنا او بالبيت، ادري قاعد توصلني مسجات، قاعد اشوف انه قاعد يعاملونكم، او في وايد وايد اشياء قاعد اسمعها واشوفها، لكن ما ننعزل عنهم لكن نسكر اذوننا. هذا تكنيك بيوم الايام تجيب فيديو راح اقول لكم شلون نسويه، ولا تنسين او لا تنسى انك انت تستحق الافضل. وبس، باي.